جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المدينة المنورة رسالة بعث بها مستمع يقول: مصطفى جودة محمد مصطفى يقول: أود أن أعرف من فضيلتكم عن القضية التالية. شخص يدفع زكاة المال عن سنة، وكان هذا المبلغ مثلا 10,000 ريال، وأخرج زكاته الشرعية، فهل في العام المقبل يخرج عنه زكاة مرة أخرى، أم إذا زاد المبلغ مثلا 2000 ريال وأصبح 12,000 ريال يدفع زكاة الـ2000 فقط؟ جزاكم الله خيرا. يزكيه كل سنة، وإذا زاد تزيد الزكاة بحسب، يعني يخرج ربع العشر من المبلغ الموجود كل سنة، يخرج ربع العشر 2.5% من المبلغ الموجود كل سنة، سواء كان قليلا يبلغ النصاب أو كان كثيرا ربع العشر. نعم.